السلام عليكم. من الحمارة للطيارة، مثل كيقوله المغاربة، على كل واحد كيترقى اجتماعيا وماليا بلا ما تكون له المؤهلات. وهذا الشيء اللي كينطبق على بزاف من الناس، كانوا ربنا خلقتنا وصبحوا ارشي ملياردير في ظروف غالبا ما كتكون غامضة. وخا حنا هنا ماشي ضد الاغتناء، لكن بشكل مشروع طبعا. المثل كينطبق على واحد السيد كيتصدر هاد الايام وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الحديث ديال الخاص والعام، ماشي للتحقيق شي انجاز خارق، انما للسرعه الفائقه باش حرق المراحل من الفقر الى الغنى الفاحش، وطبعا ما غاديش يكون بالحلال. هو كاين حدا من اسره فقيره كانت كتسكن في قبيله اي تحوسه بزاويه واد سفال بجامعه اي سدرات سهل الشرقية بقلعة مكونة في الجنوب المغربي. كان في واحد الوقت ربنا خلقتنا، يعني ما فحلوش، والفقر ماشي عيب طبعا. قبل ما يصبح مالك لبزاف الشركات في ظرف وجيز ويتسلق السلم الاجتماعي عفوا بسرعة فائقة. ما هذه المعلومات يقدر تكونوا عرفتوه بلا ما نطول عليكم. غادي نقول لكم شكون هو. هو طبعا مولدك المجموعة العقارية اللي سميتها باب دارنا، اللي دابا الاسم ديالها على كل لسان ماشي لشي مشاريع رائدة في الإسكان دارتها، إنما لتورط المالك ديالها في قضية نصب كبيرة وبزاف، وهو موضوع هذا الفيديو اللي غادي نخصصوه ليه. السيد اللي خصنا لهذا الفيديو تخرج من كلية الحقوق بمراكش شعبة الاقتصاد قبل 14 عام هذه تقريبا. دار الخدمة ديالو في واحد البنكة قبل ما ينتقل لكازا ويخدم بفرع تابع لهذا البنكة. هادشي قبل ما يتم الطرد ديالو بسبب سوء التسيير واتهامه بالوقوف وراء اختلالات تعرضت على انظار المحاكم. من هنا بدا مسار واحد اخر مخالف للاختصاص ديال هاد السيد، حتى اصبح العقل المدبر لاكبر عمليه نصب واحتيال عقاري في المغرب، بعد ما اختار الاستثمار في مشاريع عقاريه في بزاف المدن وروج المشاريع السكنية وهمية. للأسف تبتات حتى في وسائل، تم البث ديالها حتى في وسائل الإعلام العمومي، ومن تماك بدأ الإيقاع بالضحايا ديالو. الضحايا ديالو دابا فاق العدد ديالهم 800 واحد نصب عليهم، والعدد ربما مازال يزيد حيت الشكايات مازال كتقاطر على المحكمة ملي شدوه البوليس، ودابا مازال كيتحاكم المحكمة الزجرية بعين السبع بكازا. والاعتقال ديالو شكل زلزال حقيقي في قطاع العقار عفوا، والبقية مازال تجي في لاحق الأيام. الرئيس المؤسس لمجموعة باب دارنا العقارية كان كينصب على الضحايا ديالو وهو واثق من نفسه، واستطاع يقنعهم بشراء أراضي وعقارات وهمية قبل ما يفيقوا على كابوس الاحتيال اللي طاحوا ضحايا ديالو، وهم كتر بزاف بعضهم حيت تستقف الإعلانات والإشارات البراقة الخافية للحقيقة اللي كانت كتثبت في وسائل الإعلام. دابا القضية مازال قيد التحقيق، والقاضي المكلف بالتحقيق في الملف ديالو مازال كيحقق معاه ومع باقي المتهمين، والعدد ديالهم 6. كاين فيهم محاسب الشركة وهو غيني الجنسية، والمدير التجاري موثق، والمسؤول التجاري، وزيد عليهم طبعا مول الشركة اللي كيعتبر العقل المدبر لهذه المشاريع السكنية الوهمية. هي فضيحة بكل المقاييس. مازال الرأي العام كينتظر الجديد ديالها وحسم المحكمة الزجرية بعين السبع فيها، في الوقت اللي التحقيق قدر يزيد يرفع عدد المتهمين، خاصة أن المتهم الرئيسي كان كيسوق ل 12 مشروع عقاري وهمي من قبل المجموعة اللي كيترأسها ومتهم بالنصب والاحتيال للضحايا ديالهم. الضحايا بيناتهم مغاربة من رتب ومهن مختلفة، ومنهم مهاجرين بالخارج. غالبيتهم شراو شقق وفيلات سكنية من المجموعة العقارية، واكتشفوا لاحقا باللي شراو الوهم، لا أرض لا بنايات، شراو الهوى ومساكن في خيال مول المجموعة اللي حبك طرق الإيقاع بهم كيفية انطلت على الجميع. هذه حكاية اسمه المشروع باب دارنا اللي نصب على المئات من الناس، ودابا كيتحكم في انتظار الحكم اللي يليق بخطورة الشي اللي دار. وإلى فيديو آخر وحلقة أخرى مع قصة أخرى، ودمتم أوفياء للقناة، فكونوا كثيرا في تتبعها والتفاعل مع ما ننشر، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم على المضمون وبصمة اشتراككم في القناة، وشكرا.